سامعكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ان شاء الله جيت كما شفتوا في الفيديو اللي فات، يعني كنت شريت هذه الاله هذه اللي كتشوف هنايا مع ديك الاله الاخرى اللي بحال حنا نقولوا المصلوح، ولكن هي شويه بروفيسيونيل، كاين اللي احسن منها واللي اغلى منها، ولكن شريت انا واحده اللي يعني اللي رخيصه حاليا باش نتعلم فيها. يعني هذيك اللي شفتوا في الفيديو اللي فات كنهبطها هكا بحال المصلوح حنا نقولوا، ولكن هو يعني مربع. اوكي، شنو جيت ندير اليوم؟ يعني جيت ان شاء الله ثاني نطبع شي كتابه ولا شي رسوم على الحوايج. يعني هذه ديال ولدي اللي عاد تزاد، اكتبوا لي مبروك في التعليقات. ها هو يعني غندير له هذه، غادي نشوف ممكن حتى هذه، نشوف واش غادي يجي معها شي لون من هذوك الالوان ديال الفينيل اللي عندي، زياده على انه يعني كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يمشي يشوفه. يعني شريت حوايج اللي كيكونوا يعني ماركه مزيانه، ماشي الماركات المعروفين نايك ولا اديداس ولا داكشي، ولكن دول الماركات اللي كتشريهم كيكونوا يعني كيسميو بلانكس ولا كيكونوا خاويين ديال القطن. تقدر تشري ماشي غير ديال القطن، تقدر تشري حتى البوليستر. المهم هادو ها هما، يعني التيشيرت ديال ولدي، عندنا يعني التيشيرت ديال بنتي، كنت اصلا درت لهم الهوديس، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يمشي يشوفه لا تيتسنى قدوم. عندي واحد التيشيرت لمرتي، جوج لمرتي، ها شتي مرتي داير لها جوج، هما الدراري غير واحد واحد، ولكن حيت هي المهمه. لا المهم عندي مازال الحوايج دابا، غير شتي اللي غنطبع اليوم وصافي. وهذا ثاني ديال ولدي الصغير، ماشي الصغير كاع ولكن الصغير. اوكي، يعني ان شاء الله غادي نبدا. اول حاجه كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، دابا نعاود نشرح لكم. يعني هذه مساله فعاد ما تشريو تليفون غالي، فعاد يعني نصيحه، يعني كل واحد يدير اللي بغا، وحتى انا براسي كنشري يعني التليفونات غاليين، ولكن المهم يعني كنصحكم وكنصح نفسي في نفس الوقت. يعني بنادم احسن يحاول يستثمر الفلوس ديالو، يعني الا الفلوس غادي يشري شي حاجه، يشري شي حاجه اللي تقدر ترجع ليه بالنفع مره اخرى. علاش انا كندير المساله هذه؟ اولا وقبل كل شيء لمرتي ولولادي ولراسي حتى انا، زياده على انه يعني دابا كما كيقولوا كنطلق يدي، وان شاء الله من بعد غادي نبقى نبيع هادشي ديالي، غنبيعو حتى انا في الانستغرام، ولا غندير شي ويب سايت ان شاء الله ونبقى نبيع فيه هاد الديزاينز هادو اللي كندير، واللي كنشد من الانترنت، واللي كتشد من الانترنت وكتعدل عليهم شويه. يعني فهمتي الله، يعني كاين الناس اللي كيديروا هاد الخدمات هادي قبل منك، يعني كتشد منهم ديزاين، ما كنتيش كديزاينر انت بنفسك، ولا انت بنفسك ما كنتوش ديزاينر، يعني تقد تشد شي ديزاين من الانترنت وتشد وتعدل عليه، تبدل الكتابه، تبدل السميه. ما احسن الا كان عندك شي سوفتوير، في المثال الا كنتي كدير بفوتوشوب كتعرف تخدم فيه شويه مزيان، ما كنتيش كتعرف تخدم فوتوشوب شوفي الا عندك ايباد، كاينه واحد في المثال واحد الاب سميتها بروكرييت، يعني تما كتقد تخدم من حيث فوتوشوب ولايت روم، يعني هادو كتخلصهم شهريا. حتى انا كانوا عندي الصراحه ما بقيتش كنستعمل فوتوشوب ولايت روم، لقيت واحد لي زابليكاسيون اللي كتخلص شريهم خطره واحده، ماشي كل شهر وانت جالس كتخلصهم حياتك كامله، حنا نقولوا لا 10 سنين ولا 20 عام، يعني اللهم تشري منتوج خطره واحده تبقى تخدم عليه. يعني كنت شريت الديزاين، اللوغو ديزاين، يعني شريت افينيتي ديزاينر، وشريت حتى شريت شو سميتها هذيك افينيتي فوتو، هذيك افينيتي فوتو حتى كتقد تخدم فيها. عندي ايباد كنخدم بروكرييت تما، يعني خاصك ولا بدا تكون كتعرف شويه ديال السوفتوير، شويه ما نقولكش بزاف. زيد عليها كما قلت لكم خاصكم تشريو بحال داك المصلوح في الاول، ماشي الا بدا تشريو تقدروا تخدموا غير المصلوح ديال الدار، ولكن خاصكم هذه القطعه هذه، يعني هذه القطعه باش ما تبقاش جالس شاد المقص والمقص، ما عمرك ما غتقطعها يعني 100% مزيان. يعني لذلك كتشري بحال هذه الماكينه هذه، يعني كتشريها كاين بحال هذه، كاين اللي كبير منها، كاين اللي صغر منها، كل واحد البيدجيه ديالو. ولكن ما احسن يعني الا كنتي بغيت تدخل في هذه المساله هذه، ما احسن الا بنادم شويه جمع الفلوس وشرا في خطره واحده شي حاجه اللي مزيانه، شي كاليتي اللي مزيانه، باش ما يبقاش يعني يشري دابا وحده ومن بعد ثاني يعاود يشري في الميت احنا نقولوا وحده اخرى. يعني ما احسن الا شريتي في خطره واحده، شري شي وحده تكون كاليتي مزيانه. الكمبيوتر ماشي الا بدا يكون عندك، يعني تقدر تخدم غير من الايباد حنا نقولوا ولا من طابليت، ماشي الا بدا كمبيوتر، ولكن ما احسن الا كان عندك كمبيوتر، ما كانش عندك ماشي مشكل. الهدف من هذا الفيديو كما قلت لكم هو نوريكم مراحل ونتعلموا انا وياكم، حيت انا براسي مبتدئ دابا، كنطلق يدي حنا كما كنقولوا في هذه المساله هذه. ولكن المساله اللي بغيت نوصل لكم هو دابا يعني الفلوس بداو كيفقدوا القيمه ديالتهم، يعني ما احسن الا بنادم يبقى يستمر الا كان عنده شي فلوس، ماشي الا بدا يكون بلاك كبير، يعني استمر هذاك الشيء. علاش؟ قد احسن ما يبقاو غير جالسين عنده حنا نقولوا حطهم في البنكه، حيت الا بقيتي غير حاطهم في البنكه القيمه ديالتهم كتهبط، الارقام كيبقاو ولكن القيمه ديال هذوك الارقام اللي عندك في البنكه ولا اللي عندك في الدار كتخبيها في الدار، كل واحد كيفاش كيدير اليوم، يعني كتهبط. لذلك بنادم يحاول يستثمر شويه واحد الجزء من الفلوس ديالو، حنا ما نقولوش الفلوس كاملين ولكن واحد الجزء من الفلوس ديالو. مقدمه طويله بزاف، ماشي هذا هو الفيديو، يعني علاش داير الفيديو كامل، ولكن قلت يعني نتقاسم معكم هذه المعلومات هذو. يعني عندي هذا الفاينل، هذا الوان مختلفه، يعني هذو الفاينل كيتلصقوا في الحوايج في الملابس ولا في الثوب حنا نقولوا،
كاين واحد اخرين اللي كيلصقوا يعني في البلاستيك، كيلصقوا في الكيسان، كيلصقوا في الجاج، ولكن هادو ديال الحوايج. يعني دابا غادي نشوف ان شاء الله الالوان اللي غادي تلائم في المثال هذا. نبدا بهذا نتاع ولدي الصغير يعني اللي عاد تولد، غادي نشوف شي لون ان شاء الله اللي غادي يوالمو. لا تنسنا نشوف في المثال، نقد في المثال ندير لاتنا ندير هذا الكري، هذا الكري، هادو كاملين كيبريو يعني كاينين انواع منهم. هذا كيبري، نقد ندير هذا كمثال. يعني دابا اش غادي ندير؟ غادي نحل هذا السوفتوير ديال هذه الماكينه، هذه يعني الماكينه هي هذه. غادي نشعل هذا السوفتوير ديالها سيلويت ستوديو سميتو. عندي هنا شي ديزاينز غندخلهم دابا، وغادي نبين لكم يعني اشنو خاصني ندير وكيفاش غادي نخدمهم. يعني تقدو كما قلت لكم ترسموا الديزاينز نتوما بنفسكم، وماشي لابد يعني تقدو تشدو من الانترنت شويه. يعني هاد الشيء اللي كتشوفوا هنايا هي هذه هي اللي غنحط عليها هذاك الفينيل باش غندخلو في الماكينه بلاتي غادي نوريكم. يعني هي هذه فيها العبار. غادي نمشي في المثال من هنا، غادي نقول له ميرج. من هاد ميرج هذا غادي نمشي لهنايا ونمشي نقلب على داك التصاور اللي شديت عاد. دابا غادي ندير بلاتي تسنى Islam is my deen, Jannah is my dream. في المثال ندير هذا، يعني عجبتني هذه. هنا كتبان كبيرة ولكن ماشي مشكلة، نقدر نشدها من هنا و لا تسنى نشدها من هنا ونبدا نصغرها على الشكل هذا. وهنا كنعبر، يعني عبرت هنايا شحال خاصني، يعني هنا كنعرف شحال، ها هو 1 2 3 4 واش كتشوفوا ولا لا. هنا ثاني عندي ارقام، يعني هنا شفت شحال المساحة اللي نقد نكتب فيها. يعني ردوا البال حسبوا بالمسطرة، يعني الرسم ولا هذاك الطبعة اللي غتطبعوا تجي هنا تقريبا، ما تجيش قريبة للعنق بزاف، ما تجيش لتحت بزاف، يعني تجي تقريبا واحد هنايا حنا نقولوا. ماشي لابد كاع ولكن المهم. بلاتي تسنى غادي نشد هنا وغندير بلاتي نحي هاد الجناب، هادو ما عندي ما ندير بهم. غادي نخلي غير الكتابة اللي بغيت، وإلا ما بغيتش هاد القضية بلا ما نمحي ماشي مشكل، نقد نمشي هنا ونمشي لهنايا نقول لها تريس باش كتراسي ليا. كتقول ليها سيليكت اريا، كنقول ليها شوفي هنا باش كتراسي ليا ديك الكتابة، حيت هو عندي به الغرض. ها هي كما شفتو هنا راه لقاتها شوية، غنقول لها تريش هولد، نزيد لها شوية تريش هولد، لا نقصو شوية. هانس هذا يمشي اوكي، نسينا نزيد شوية كاين 70. لا هذا لا، ولكن ماشي مشكل غير ايقاد. هو بلاتي غنقول له تريس. فاش قلت له تريس هنشوف واش غادي ندير. غادي نهز هذه التصويره، غادي نخرجها كاع، ما عندي ما ندير بها. اها نقد نشدها هكايا ونمحيها، ها هي مشات. غادي نحيد هذه الشرطه هذه، ما عندي ما ندير بها حتى هي. بلات سنة هذا الغلط هنايا، ها هو. يعني انا عندي الغرض بهاد الكتابه هذه، كتبان لكم ولا ما كتبانلكمش ما عرفتش، ولكن نتمنى تكون كتبان. ما بانت لكمش، انا غتبان لكم اللي هي. يعني هنا درت غادي ندير حتى الاربعه، يعني 1 2 3 4 هاد المساحه هذه حتى لستة. يعني هذه هي المساحه اللي غادي تجيني مع هاد اللبسه هذه ديال ولدي. يعني كنشوف هنا 1 2 3 4، يعني خرجت جوج مربعات مازال. غادي نزيد ندخل هاد المساله هذه هنايا، يعني بغيتها تجي 1 2 3 4، بغيتها تجي هكا، ولكن كما كتشوفوا جات صغيره بزاف حيت جات هنايا وجات على 1 2 3. يعني حنا نقولوا جات 1 2 3 4 حتى ل 1 2 3، يعني جات هكايا مزيانه، ماشي كاع صغيره مزيانه. نقد نزيدها شويه من هنا بلاتي، نشوف واش نطولها هكا. اوكي نقد نطولها هكا باش تجي شويه طويله، ماشي مشكل. ندير هكا، يعني خاصكم هنا تضربوا 100 تخميمه وتخميمه، ولا ضربها بالمقص الماكينه انت لا. يعني هذا الشيء اللي كان 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه الماكينه. اوكي يعني هكا جات مزيانه بلاتي. انا شوف ها هي جات هكايا، اوكي كتبان لكم ما كتبان لكمش، انا ما عرفتش نشوف واش كتبان هكا هكا يمكن كتبان ما عرفتش. المهم الا ما بانت لكمش هنا غتبان لكم بلاتي. كما قلت لكم انا ان شاء الله غادي نستعمل هذا الفاينل، هذا الجهه اللي كتبري غنديرها من التحت، هذه الجهه هذه هي اللي غنديرها من الفوق. هذا كيلصق، يعني غادي نحيد هذا الغشاء اولا هذا الغطاء الواقي، وغادي نلصق هذا الورق هذا التي غادي نلصقو هنايا. نلصقو مزيان، كتشوفوني ما كتشوفونيش دابا؟ التي انا دابا شويه نبدل الكاميرا التي غادي نلصق هذا مزيان. اوكي ها هو لصق،
اشتغل ها هو لصق. فاش لصق سيدي ولا لا غادي نشوف هنا قالك اسلام از ماي دين الجنه از ماي دريم زعما الاسلام هو الدين ديالي والجنه هو الحلم ديالي. انت يعني باش نخليو دابا حنا في اوروبا ومن غير اوروبا يعني باش نخليو الدراري شويه دائما مرتبطين بالدين ديالهم من حيت راه غير كيتفرجوا في التلفازه ولا كيخرجوا للزنقه راه ما كاين لا دين ولا استحمص. لذلك كنحاولوا حنا هنا في اوروبا بزاف حتى في المغرب حتى في الدول العربيه ولكن المهم اوروبا يمكن اكثر. اوكي غادي نبرك على هذا البوطونه ها هي شعلات. نبدل دابا الكاميرا باش تشوفوا معايا شنو كيوقع هنا. اوكي هنا كتشوفوا الديزاين ها هو ضربت الحساب كل شيء هو هذاك. شنو بقات دابا الخطوه اللي بقات هو غادي ندخل هذا كاين هاد الشرطه هذه هنايا. يعني الا بغيتوا تقولوا لي ندير لكم الفيديو ديال الانبوكسين الماكينه. الماكينه مفيده بزاف ماشي غير كتقطع وكعندي ستيلويات ديالها كنخشيهم هنا وكتقد هي ترسم لك هذاك الشيء اللي درتي. يعني الا بغيتي تصايب شي كارطه بغيتي تصايب شي حاجه كتعطيها يعني الامر وكتدخل هذاك الشيء اللي كتدخلوه هي كترسمه لك ولا كتكتبه ولا اوكي كنحطو تمايا وكنبرك على هذا البوطون واحد الضغطه صافا هي دخلت واحد شويه كما شفتوا هي دابا شداتو. اول حاجه غادي ندير قبل ما نعطي الامر باش تبدا الطبع باش ما يخسر ليش هذاك الفاينل اللي هنا حنا نقولوا غادي ندير غنقول لها دير لي واحد التيست باش نشوف هذاك الاعدادات ديال الموس واش كافيين باش يقطعوا هذاك الفاينل اللي تسمى هي كتجرب. اوكي هي سالات التجربه ديالتها غير واحد الجزء صغير هو في القنت. دابا غادي نشوف واش هذوك الاعدادات اللي كاينين تاع الضغط ديال السكين واش كافيين. ها هو بلاتي دابا هنا غنشوف واش كافيين ولا ما كافينش. ها هو كما كتشوفوا كيتحيد بسهوله ما بقاش حتى شي طرف لاصق شفتوا ولا لا. يعني دابا كنعرف بان الاعدادات هما هذوك. دابا نقدر نعطيها الامر باش تبدا يعني في هذه المساله هذه. اوكي غادي نعاود ندخلها هكايا ودابا غادي نعطي الامر ديريكت يعني غنقول سند هنايا بلاتي غنقول سند وباش تبدا هي. هي دابا كتخدم كدير شويه ديال الصداع ولكن ماشي مشكله. نشرب واحد شويه القهوه بلا مسالات بلاتي نشوف الحاشيه فين جات. ها هي الحاشيه جات هنا. اوكي يعني غنشد هذا ولا كنت درت الاعدادات مزيان راه غادي يتهز هذا الشيء ساهل. ها هو لا تسنى بلاتي هانت شوف 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 هانت شتي كيمشى هانت بسهوله. ها هو اللي بغى يستعمل هذا يستعمله ولكن ما بغيتش نستعمل هذا هكا. يعني دابا شوف شنو درت هنا درت الكتابه هكايا هكايا ولكن هنا غنخلي الكادر وغنحيد الحروف. هانتوما دابا غادي تشوفوا شنو كاين ليكم. بلاتي غادي نحيد الحروف كما قلت لكم يعني خاصني نركز مزيان. شوف هنا فين هو هاد الحروف هادو راه ما كنشوفش مزيان. الله يسيدي ربي ها هو.